بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا العشاء حضرمي. حضرمي جمعنا فيه بين التراث والمعاصرة أيضا الحديثة. أول شيء هي الدير بالكراعين، هاي وجبة يعني هناك في البلاد يبرزون بها بعضهم، يعني يجلس كده في البلاد وفات معه قاري معه كده مسوي له دير مع كراعين مع كده. طبعا السلطات هذه أشياء يعني مختلفة. أيوة مختلفة. هذا البر، هذا خبز قضوب يسمونه، هذه البراوطة، تمام، سمبوسة، كيف، وهذا البلاد يسمونه كباب وكذا، كيف، هذه صالونة بالتونة، كيف، والتونة تونة شو اسمه، هذا تونة الريان اللي هي حضرمية مش تونة هنا. اي نعم، كيف، هذا مسخن، وهذا الصيادية ده شغل ده غير، وخاصة أن صيادية مكنون يعني نحن حتى نروح مشان عانين مشان صيادية مكنون. ما شاء الله. كيف؟ وهذا اللخم، بس سوينا اللخم يعني بطريقة عصرية، يعني شفت كيف ممكن تفتح وتشوف اللخم، شفت كيف؟ وهنا أيضا ما شاء الله. كيف؟ يعني شغل وهذا المنكوشن، كيف ممكن، ها؟ شيء يعني صراحة من الآخر. هذه العيد، كيف، وعيد بعدين مختارة صح، مش أي عيد. هذا طبعا الكنعد مع شو اسمه هذا، مع الصيادية، وهذه عصيد يعني أيضا بالعسل الأصلي الحضرمي. وهذه الأشياء حق البلاد المنتازي والباقية ما شاء الله. يعطيكم العافية إن شاء الله. الله يعافيك. حياكم الله.